اليمني ايضا 7 دقائق 56 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا متابعينا الكرام النتيجة، ونتواصل بالتحديات. تواصلنا يستمر متابعينا الافاضل عشاق الاصاله محبي هذا العالم الساحر اينما تتابعونا. هكذا شوطنا السابع الذي تمت انطلاقه بعون من الله وتوفيقه الخاصي لفئه الجعدان الاذاعه المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل بالمشاركه. نسير على البركه ونتابع التحديات التي ايضا تنطلق في صباح هذا اليوم. المركز الاول والصداره الاولى ينطلق على المقدمه هنا بالمركز الاول مرموق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتولى عملية تضمير وتدريب عامر بن دعفوس المنصوري، هو اللي يقدم لنا مرموق وسلالة مرموق بهذا الشعار العملاق والكبير. انتقل مباشرة إلى ثاني المراكز لأتابع الغادم والمنطلق. في المركز الثاني متابعينا الكرام اللي هو الأسد سالم بن مبارك بن سالم الشامسي، هو من يحتل المركز الثاني. بينما ننتقل ونتابع المركز الثالث، ثالث المراكز، ها هو ايضا مشجي يوصل مشجي على المركز الثالث في هذه اللحظة، نواب بن نوح بن احمد البلوشي هو اللي يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع ياتي في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يقود في التضمير سيف بن احمد بن خريده، هو اللي يتولى عمليه تضميره وتدريبه بانطلاقته هذا الشعار مع المركز الرابع. المركز الخامس، لو تابع المركز الخامس في هذه اللحظات، شاهين لسمو الشيخ محمد بن المره المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي، هو اللي يتولى عمليه تضميره مع خامس المراكز. بينما المركز السادس ياتي فيه ايضا ضرغام محمد بن راشد بن سرداح الاكتبي على المركز السادس. بينما المركز السابع ياتي فيه ايضا هالول الخليفة بن نواب بن نوح بن احمد البلوشي، هو اللي احتل المركز السابع. بينما المركز الثامن، نتابع المركز الثامن من خلال هذه اللحظة ومن خلال هذه المسيرة المتميزة التي تجمع لنا هذه الشعارات. يا سلام، المركز الثامن اللي يتقدم فيه متابعينا الكرام اللي هو كفو، كفو العبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يقدم لنا كفو. بينما تاسع المراكز اللي واصلنا فيه اسراب لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى وسلطان بن سعيد الخاطري اللي يتولى عملية تضميره. بينما عاشر المراكز نختم النداء الأول مع دا شاهين لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسلطان بن علي أم سالم بن علي المسافري، نعم هو اللي يقوده في التضمير وفي التدريب. هذه هي النتيجة والعد التنازلي للعشر المراكز الأولى المنطلقة بناموسي هذا
الشوط، الكل باحث عن نقطة متميزة في هذا اليوم مع سن الإذاع، هو سن الإبداع. متابعينا الكرام، نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة وإلى الريادة الأولى. يا سلام نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول كما تشاهدون على الصدارة. الأسد، الأسد لسالم بن مبارك بن سالم الشامسي على المقدمة والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن أحمد بن خريدة اللي يتولى عملية تضميره، بينما المركز الثالث هو ضرغام محمد بن راشد بن سرداح الاكتبي يأتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، رابع المراكز، يأتي في مرموق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن دعفوس المنصوري هو اللي يتولى عملية تضميره. المركز الخامس شاهين يأتي بشعار سمو الشيخ محمد بن المر المكتوم وسعيد بن سالم اللي نبي يتولى عملية تضميره، بدأ يتكتك أبو سالم من خلال تواجدي، هذا الشعار يغير من مركز إلى مركز آخر مع هذا الشعار المتميز. الله يا شاهين غطى على كل الحضور، ها هو بشعار العملاق مع المقدمة الأولى، يتواجد شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويتابع في التضمير سعيد بن سالم اللي نبي خلاص 800 متر الأخيرة، 800 متر النهائية اللي تفصلنا عن خط النهاية، والمركز الثاني يحتله متابعين الكرام ضرغام محمد بن راشد بن سرداح الاكتبي على المركز الثاني، وثالثا يأتي في متابعينا الكرام في هذه اللحظة شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضم رسيف بن أحمد بن خريدة هو على المركز الثالث، لكن نعود مع الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية والحاسمة، ما شاء الله وتبارك الله على سيطرة شاهين بالصدارة بالمركز الأول، تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي تولى عملية تضمير أحد شطار المضمرين وأحد خبراء التضمير، يتواجد سعيد بن سالم اللي نبي تهانينا لك يا أبو سالم على هذا الأداء المتميز اللي قدم لنا شاهين، ولحظة وصوله إلى خط النهاية، وخط النهاية يرحب دائما بهذه الأسماء العملاقة، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وتهانينا لمضمر سعيد بن سالم النبي على فوز هذا ايضا على فوز بناموس هذا الشوط شاهين. المركز الثاني اتى فيه ضرغام محمد بن راشد بن سرداح، المركز الثالث احتل متابعين الكرام شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز ايضا الرابع اتى فيه مرموق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا نتيجتنا متابعينا الكرام للأربع المراكز الأولى، فنعود بتهنئة والناموس إلى مالك أيضا اللي هو شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهانينا لسعيد بن سالم أليني بتوقيت الزمني 7:59 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.